مرة تانية صباح الخير على كل مشاهدينا. واحدة من المشكلات اللي بتواجه العملية التعليمية في مصر هي النقص الشديد في أعداد المدرسين. وزارة التربية والتعليم بتحاول إنها تسد هذا النقص بشكل عملي من خلال انضمام 30 ألف معلم للمدارس بالفصل الدراسي الثاني. يا ترى طبيعة انضمام 30 ألف مدرس بتسد عجز قد إيه في وزارة التربية والتعليم؟ وإيه هي طبيعة التخصصات اللي هؤلاء المدرسين جايين منها؟ وإيه طبيعة التدريب اللي هيتلقوه قبل الفصل الدراسي الثاني اللي هو على الأبواب بالفعل؟ وإيه اللي إحنا محتاجينه في العملية التعليمية من المدرس في هذه المرحلة قبل بدء توظيف جيل جديد في العملية التعليمية؟ مجموعة كبيرة أكيد من الأسئلة بتدور في أذهاننا ما دمنا بنتكلم عن التعليم في مصر اللي هو قضية شاقة وشائكة معا. بيشرفنا في استوديو نيل للحديث دكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوي. صباح الخير يا دكتور حسن. صباح الخير يا فندم. تقرير قصير وهرجع لك نبتدي نتكلم. إلى التقرير. في إطار دعم العملية التعليمية أكدت وزارة التربية والتعليم أن 30 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات اللازمة سيتسلمون العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد إتمام التدريبات. وأوضحت الوزارة أنه سيتم عمل العقود للمعلمين الجدد من خلال المديريات التعليمية، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لاختيار دفعة أخرى من المعلمين لسد العجز بالمدارس على مستوى الجمهورية. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مراحل مسابقة تعيين 30 ألف معلم التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الماضي لم يتدخل فيها أي عنصر بشري على الإطلاق، وتمت بشكل يحظى بشفافية كاملة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للعمل. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن دعم قطاع التعليم بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوي فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير. وتؤكد الوزارة استمرار العمل لتحسين البيئة التعليمية وتوفير حلول مبتكرة لسد عجز المعلمين من خلال المسابقات التي سيتم الإعلان عنها تباعا لاختيار العناصر اللازمة بعد تدريبهم بالجامعات على التربية العسكرية وتربويا ونفسيا، ليتم تحرير عقود لهم وفقا لكل مديرية تعليمية. ايه بقى طبيعة الاختبارات اللي اجتازها هؤلاء المدرسين علشان يصبحوا او يتم الحكم عليهم ان هم مؤهلين ان هم يدخلوا في العملية الدراسية؟ خلونا نسأل دكتور حسن. الحقيقة طبعا ان انا بشارك سيادتك في ان المعلم هو العنصر الفاعل والمؤثر في مسيرة تطوير التعليم والتنمية. لا يمكن ان تكون عندنا مدرسة بدون معلم، لا يمكن ان احنا نطور التعليم بدون معلم كفء، معلم يمتلك القدرة. المعلم في إعداده بيدور في 3 دوائر، الدائرة الأكاديمية التخصصية اللي هو منوط بيها إنه يدرسها، والدائرة المهنية اللي هي مواد علم النفس والتربية وما يتصل بالمتعلم والعملية التعليمية، ودائرة ثقافية بترتبط بالثقافة المعاصرة وثقافة العصر وثقافة الثقافة الماضية. العينة من المعلمين اللي تم اختيارها بناء على انهم متخرجين في كليات التربية، فهم اصلا معدين للقيام بعمل التدريس، وما يقدم لهم من امتحانات ده للفرز بهدف ان اتقانوا لمجال تخصصه، الجانب الثقافي، الجانب اللغوي، الجانب المهني. فدي بعض الامتحانات للوقوف على مدى التجديد التربوي عند هؤلاء المعلمين وقدرتهم على استيعاب طبيعة العصر. دكتور حسن، الامتحان بيبقى ايه؟ امتحانات بتتم عن طريق يعني امتحانات تحريرية، اختيار متعدد، كتابية، وبيتم فيها جانب لغوي، اللغة العربية، جانب خاص بالثقافة، جانب خاص بالمهنة. يعني بتقيس الكفاءة في المادة اللي هي مشتغل عليها ولا عامة؟ بعضها مواد عامة وبعضها خاصة بالثقافة، لكن هو العبرة ان هؤلاء المعلمين اللي هم 30 ألف معلم سيتم حقهم حسب حاجة كل مديرية تعليمية
وحسب ان ده هذا المعلم بيعيش في هذه المنطقة حتى لا يتم نقله كما حدث سابقا، بيتعينوا في اماكن نائية عن مساكنهم وبيطلبوا نقلهم، ومع ان يعني كل محافظة فيها نوعيات من المعلمين، عاوزة معلم لغة انجليزية، معلم لغة عربية، معلم رياضيات، بتختلف حاجات المديريات التعليمية، فبترتبط هذه الحاجات ب يعني انتماء هؤلاء المدرسين الى هذه المحافظات. تمام. انا بس عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، يا ريت اخاطب فيها الدكتور معيط وزير الماليه، يا ريت ما نحلش 30,000 معلم كل عام دراسي الى المعاش وهم قادرون على انهم يقوموا بالعمليه التعليميه. طب ما تسخبوهم 5 سنين، سيبوا المعلمين دول بدون حل المعاش حتى سن 65 سنه، عندهم خبره وعندهم درايه ومش هيسببوا عجز، لانك انت هنا بتعيني معلمين وتدربيهم وتدفعي فلوس في تدريبهم، ولسنا في حاجه الى اهدار المال العام في تدريب المعلمين. طب ما انت عندك 10 سنين او اكثر من المعلمين. بص انا بس بختلف معاك يا دكتور حسن ان تدريب المعلمين ليس اهدار للمال العام باي حال من الاحوال. اهدار للمال العام ليه؟ لان انت عندك كليات التربيه صرفت عليها اموال طائله وخرجت فيها معلمين، ما تعينيهم، ما تعيني المعلمين المتخرجين في كليات التربيه اللي بقى لهم 10 سنين مركونين ما بيتعينوش وموجودين، وطوري مناهج كليات التربيه، وطوري التكنولوجيا لحتى يتآنى ما يقدم في كليات التربيه مع متطلبات مسيره تطوير التعليم في المدارس المصريه. دي مقترحات. تمام. يعني يا ريت ان ينظروا اليها، ان بدل ما تطلعوا الناس على المعاش على 60 سنه، ما هو برضه اللي عنده 60 عايز تدريب على فكره، مش بس ما هو في اليات جديده وفي طرق جديده في التدريب في التعليم محتاجها. انا اقول لحضرتك التدريب طبعا دي عمليه مستمره وعمليه، يعني انا محتاجه تدريب في مهنتي وحضرتك محتاج تدريب في مهنتك، دي شغله طبيعيه على فكره. بلاش رفاهيه، خلينا نتكلم في الحقيقه، الطبق الرئيسي والحاجه الاساسيه، دول معلمين قائمين بالتدريس، عندهم خبره وافره وعندهم درايه بالتعامل مع اولياء الامور ومع الطلاب ومع المناهج، وبقالهم 60 سنه بيشتغل، هم مش بحاجه الى تدريب الا اذا كان وزاره التربيه والتعليم بتقدم تقنيات جديده وتكنولوجيا جديده بيتم التدريب عليها، وعندنا اكاديميه المعلمين بتقوم بواجباتها على خير قيام بانها بتدرب المعلمين على كل ما هو مستحدث، البابل شيت، الامتحانات الورقيه المقاليه الان، التدريس، الانشطه، كل ده بتقوم وزاره التربيه والتعليم بكفاءه واقتدار عن طريق اكاديميه المعلمين وتدريبه. فانا لما اقول ان احنا بنعمل اختبارات ده مال بينفق، اما بنختبر المعلمين ده معلم ومتخرج كليه التربيه وصرفت عليه وعديته 4 سنين وصرفت الدوله عليه 4 سنين وتهدره، ما تاخده تعينه. يعني قانون اللي هو التعيين مع يعني اللي هو ان خريج كليات التربيه يتم تعيينهم فور تخرجهم زي ضباط الشرطه. طب دكتور حسن، هو هل كل خريج لكليه التربيه مؤهل انه يكون معلم؟ هو داخل كليه التربيه ليه؟ يعني الناس بتخش كليات كتير جدا. يطلع ضابط شرطه؟ لا لا، عشان يطلع مدرس بس، هل كل الناس مؤهله انها تمارس مهمه المعلم؟ ببرامجها الحاليه صالحين ان هم يعملون في كليات رياض الاطفال، كليات التربيه في قسم للتعليم الاساسي وفي قسم للتعليم الثانوي والاعدادي، كل ده مؤهل، ده وظيفته، انت صرفت عليه و4 سنين واهلتيه، لان الجامعات دورها التاهيل المهني، مهنه المدرس، مهنه المهندس، مهنه الاعلامي. نعم. دي مهن. نعم، هي طبعا دي مهن بس مش كل الناس مؤهله ليها بالمعنى كلمه التاهيل. ما تاخدهمش من الاول، غير المؤهلين ما تاخدهمش من الاول، انت بتاخدهم فرز الاول، بتشوفي امكاناتهم وقدراتهم قبل ما يخشوا كليه التربيه. نعم. وبعدين بتديهم 4 سنوات وتدريب في المدارس باصبحوا مؤهلين، الا اذا كنت بتعتبريهم غير مؤهلين. ما هو احمد نظيف قال القنبله الموقوته ان هو بيشغل التشغيل، يشغل طالب الطب وطالب الهندسه وطالب التجاره وطالب الزراعه يخشوا في التعليم، فسد التعليم لان دول غير مؤهلين. 67% من العاملين في وزاره التربيه والتعليم غير مؤهلين تربويا. خدي طلاب كليات التربيه وقولي الحمد لله. معلش حضرتك قول لي النسبه الاخيره دي تاني. 67%. 67% من العاملين في وزاره التربيه والتعليم. لان الدوله من ايام الرئيس مبارك
عينت ناس غير متخرجين في كليات التربيه. تلاقي زراعه، خريج تجاره، خريج اي اداب، حقوق، اي حاجه. تمام. الحقيقه هو لو في مطالبه بان يكون في مقابله شخصيه للحكم على مدى اهليه حد لعمل، فلازم تكون للمدرسين تحديدا، لانه بيأثر في اجيال. وده بيحدث في بدايه دخوله كليات التربيه. لا، انا بتكلم لما هيمارس عمل تربوي فعلا، حتى لو نجح نظريا وكان متفوق في الماده اللي يقدمها، عمليا لازم يكون في امتحان عملي لكشف عن مدى صحته النفسيه للتعامل مع الطلاب. هو طالب كليه الكليه الحربيه، ما بيقعد 4 سنين تقولي ما ينفعش مع ضابط جيش؟ ما يتقالش الكلام ده. هو يعني المقارنه لا تصح هنا دكتور حسن، بس خلينا نخش في نقطه ثانيه. الجامعه دورها التاهيل المهني، مهن، بتطلع مهنة مدرس، مهنة مهندس، مهنة طبيب، مهنة. طيب أنا أنتقل مع حضرتك لنقطة تانية خالص، 30,000 دول يسدوا عجز قد إيه في العملية التعليمية؟ ده ما أقدرش أعرف نسبتهم، لأن نسبة الهدر اللي هو خروج إلى المعاش قد إيه، ونسبة الحاجة في المحافظات. إحنا كان عندنا نقص قد إيه يا مثلا؟ ده إحصائيات تعرفها وزير التربية والتعليم. طيب بأي قدر المعلمين اللي داخلين العملية التعليمية دول مؤهلين بجد؟ مؤهلين. للحالة التعليمية الحالية بإمكانياتها اللي اختلفت عن زمان. أنا أقول لحضرتك مؤهلين بدليل إن الوزارة امتحنتهم وإنهم نجحوا وإنهم أصلاً متخرجين في كليات التربية وكليات رياض الأطفال، يعني هم أحسنت الدولة فإنها تعينهم مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي. طبعاً أنت ما تعين مدرسين هيبقى المدرسة فيها مدرس كفء، مدرس قادر ان هو يقدم خدمه تعليميه للمتعلمين. هو ما تقولي لي الدروس الخصوصيه والسناتر ومش عدم قدره المدرسه على اداء وظيفتها، يبقى معناها ان انت بتخليني كولي امر اروح اعلم بره. انت قومي بدورك. يعني الدروس الخصوصيه والسناتر عرض لمرض، المرض هو عدم قدره المدرسه على تقديم وجبه تعليميه مناسبه. أنا ما ابني يتعلم هدي دروس خصوصية ليه؟ أما ابني يلاقي مدرس علوم ومدرس رياضة ومدرس زي ما حضرتك قلتي ومدرس كوف، مش أي مدرس، مدرس كوف، مش هدي دروس، هيبقى في مدرسة مأهولة بالمعلمين. لا تطوير دون معلم. دكتور حسن، أجور المدرسين في التعيين الجديد ده بيبقى كام؟ بيعملوا بتعاقد لمدة سنة وبعدين يثبتوهم بعد كده. يعني كام؟ لا أصل دي قضية جوهرية. قضية أنا ما اسمحي لي لا أتدخل فيها. بس كام؟ عشان نعرف. ما تعرفش. يعني نرجو أن لا يكون الأجر متدني، لأن ده لا يعني سوى دخول مدرسين جدد إلى سوق الدروس الخصوصية، ولا إيه؟ كده صح. بس ما هي معادلة واضحة على فكرة. ما هو إحنا مش هنخش في الباب ده لسبب واحد، لأن كل مهنة بقى هتقول لك أنا عاوز أزود مرتبي، كل مهنة عاوز أزود، فخلينا نعمل بما هو موجود ثم نتطور منه. والله دكتور حسن، إذا كان في مهنة يجب أن يتم زيادة مرتبها فهي معلمين. والطبيب قبل المعلم الطبيب، حتى تستقر المستشفيات وحتى لا يهاجر. نعم. الأطباء أنا إلى خارج مصر. بس بما أننا في معرض الحديث عن المعلم، فالمعلم طبعاً في الأساس، لأن هو اللي هيخرج الطبيب على فكرة في يوم من الأيام. كلام حضرتك 100%، ما فيش لا شك في ذلك، وأولياء الأمور بيسقفوا لك دلوقتي. تمام. إذا كنا بنسد فجوة في عدد المعلمين، فيجب أن نسد فجوة هؤلاء المعلمين في الاحتياج المادي حتى يستطيع القيام بدوره. أنا بشكر حضرتك دكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوي، على وجودك معنا النهاردة. شرفتنا يا فندم. مشاهدينا، بكده انتهت فقراتنا النهاردة في هذا الصباح. بكرة إن شاء الله يوم جديد، فقرات جديدة، أداء دائم معكم على شاشة الأخبار. شكرا لكم.